بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، احذروا التظاهر بالفقر والمرض خوفا من الحسد، فهذا خطأ يقع فيه البعض. فإذا أديتم حقوق الفقراء والمساكين فلا تخافوا من الحسد، لأن الحسد يأتي من حرمان الفقراء حقوقهم، كما أن التصدق والإنفاق في سبيل الله يمنع الحسد، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والتطهير هنا معناه تطهير الفقير من نظرة الحسد، وتطهير الغني من البخل، وتطهير المال من إصابته بشيء. فلا تتظاهر أخي المسلم بالفقر أو المرض خوفا من الحسد، ولكن يمكنك أن تخفي النعمة ما دمت تخاف على ما أنعم الله به عليك. فالأصل أن يتحدث المسلم بما أنعم الله تعالى به عليه على سبيل الشكر والامتثال، لا على سبيل الفخر والخيلاء، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. فالأصل التحدث بالنعم وشكرها، وأما سترها ونكرانها فهو كفر بها، إلا إذا كان المسلم يخشى من العين أو الحسد فله أن يخفيها. فالعين حق ولها تأثير، واعلم أن الحسد والعين لن يدفعان بالشكوى إلى الناس وإظهار الضجر أمامهم، بل إن المسلم يحمد الله على كل حال ولا يشكو الله لخلقه، وإنما يشكو همومه ومشاكله لله تعالى. أحبتي في الله، يستطيع أي منكم أن يرقي نفسه من الحسد والمرض كما يلي: توضأ ثم صلي ركعتين لطلب الشفاء من الله تعالى، ثم وأنت جالس مستقبلا القبلة اقرأ سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، ثم انفث في كفيك وامسح جسدك بدءا من الرأس والوجه وما يتلو ذلك. كرر ذلك 3 مرات، ثم قل: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الله أكبر. بسم الله العظيم. أعوذ بالله الكبير من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزوهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك، أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به في حياتي وبعد مماتي، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.